واضح عيني حبايب، بس واضحة خطوات الحل. مثلا مثال عيني يعطيك هذا عيني، خلينا نقول النظام، واقول لك صمم لي كالمان فلتر، ماشي، كالمان فلتر جين او اوبتيمال اوبزيرفر، فتستنتج لي هاي المعادلات من عد عيني، وتحل لي هاي الجبريك ريكاتي اكويشن، وتطلع هاي البي بحيث خلينا نقول بوزيتيف ديفينيت، وطلع لي هذا الجين، هذا الجين، وطلع لي خلينا نقول هاي الايجن فاليوز، وشوف قيمها. سوى هنا شنو؟ حط هاي الرو رقم، ما يعني خلينا نقول رمز، العفو، مو رقم، على مود شنو يعطيك انديكيشن انه هذا الرمز شلون ياثر باخر شيء. تشوفون هنا أنا، فهذا الرقم كل ما يقل هذا الكي اف بي يزداد، ماشي، هذا الكي يزداد يعني، وذلك الريال بارت مالت هاي الشبيه هم تزداد، وذلك اف الرو، ماشي، يعني راح يزداد. يعني شنو راح؟ اذا هذا استقل هذا يزداد، اذا هذا ازداد اذا هذا قل، وذلك الجين شبيه ريديوس الجين، ماشي، يعني ريديوس الكي الجين، وذلك اذا عدنا شنو، اذا عدي هاي جين راح تطلع عدي شنو، راح تدخل نويز كبيرة من النظام، ماشي. تقدر تستنتج هذا الاستنتاج من خلال هاي المعادلة، واضح يعني. فخطواته بسيطة يعني، ما بي خلينا نقول فد فكرة كبيرة يعني، نفهم نفس خطوات حل الالي كيو ار، بس شنو، بس تسميات المعادلات تختلف. انت بس تحل الجبريك ريكات، تستنتج المعادلات، تحل الجبريك ريكات ايكويشن، تعوضها هاي الجين، واضح يعني. وبعدين هاي خلينا نقول الايجن فاليو، واحد يناقش شنو.